بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم ما بعد، وحلقة ذي عشر كيلابات والله حرير أحكام الصيام حلقة عشر كموحان ربائنا كغهد له صوم كواجب نمذيسة عدة وكواجب أيه يددك عذر دار كله إنينا نصومين ويأفران صدح ذا قضب أرهما يقوم مهم سنتهي أيان كغهد لدونا إن شاء الله تعالى. قضب ككوبات صومك وواجب كمذا أركان تيرش واوين إسلامك وجوبك سنة إني واجب يهينا وأنا وحو قفك ستو مسلمي أقيهي أما أي قصبته إنو أقاذو وأنا وحين تارقن هاي وحضلي إسمان رافه أن مسلمين تكترين. إلهي سبحانه وتعالى بقرآن ككو عديه ويري يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وردتك إلهي الرمية صوم كبا واجب إذن كغردقي سيدا أمضيه إذن كهر رييبا واجب وواح وحاد مذنتين ربك إذن أتكبق ذان هلك آياد وحيانوش يكتي سدح الرموت كو أمدن صومك واجب بكوية لابا أمدي هوري كتابك اللي سيي إن يوه الرييين واجب بكوها صدح هدفك يا غاية صومك اللي وقالي يهينا وإن ضدك أي لبارو أين كل اليمان نفتو دو كل الينتو إن الرب كبقان سبحانه وتعالى وإذنوبتي معاصي دا أغتاقان قيبتا أودن بيسا مربان كهد لدونا هدي ألا يرادو سيدا لو حقيقين يتقوى داس إسلا وجوبك الصوم كوايدن كواجب باليري لكن وابشي مشيقين آيات داني آيات كلا وحال ليري شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. بش الله واجبي بش رمضان إنا يتهيب على إنا وشيغي وشهر رمضان باليري صفات كذانا وحالة وشيغي قرآن كان حق يا باطر كعادين يا بشا سالة سودة شي قفكي بشا تشوغة حصومة كتب عليكم الصيام ذي أن بالحد ذن لهين فمن شهد منكم الشهر فليصمه ذن بعدين يسبش اللولة شيغة نبغي نوحى كسوغا صلى الله عليه وآله وسلم سيدة البخاري مسلم كوريين حديثك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وارضاهما إنو يري بني الإسلام على خمس إسلام كشان تير بكو تاغية شان تير وحاكم إذا كأفراد وحوها وصوم رمضان بش رمضان إلا صوم هدب بش رمضان أولا صوم أي وتيرش أساس كإشريتان كإسلام كقفك يا إسلام نمديسو أي كنت أغنت صدرت أدبي علماء المسلمين تيارو صنوه قار كمذا قابان قفك رمضان عذر دار لآنس كأفرة إن الدوت كقابان إنو مسلية ما قال سي سنة سيدة الزكاة يا صلاة خلاف كحديسي أوديسو لكن شنط أفرتا مباني ذا صلاة يا زكاة يا صوم كي حجكبا مذ والبا وحاجر داد عيمة أهل السنة كمذ هو قبا إنو سن مسلم باهين قفك سومي ويا عذر دار لان أما حكامتا أركانتا كلا قدن ويا عذر دار لان معنى هالكا وحد كصوران كرتا منزلة ذا إيا مكان كي يدرجة ذا وإسلاني ماذا كتشوغو إيا مهمة ذا أوليه مادام بني الإسلام وحديث كان تشوغنا ميتكو برارو يدنا
إسلام كشان تواتير كيبا اللي جيري وكتاعنا لكن شان تنكلي ويا لقو مده أوامرتي اللي إسفاري يوحي اللي إسكري بيوردن باقوري لدي سيتيرر كي يوها هيان شانتو لكن كورين لقد دانا قوري هو أوباهاية هريراها دربيين لدي سانا هو أوباهاية مركاسو الروب كي يدحان تكاعليا لكن قولوف كي يلا فيه ويتاقيهين شانتا تير انتا اي مرايسو كدي مركي قوري دربيين إيا دريتان لوسام أيو دوايش يدحان تكاعليو haddana waa sharax iyo qurxin iyo sida loo kala dadaalo ee lagu kala xoola badiyo baa loo kala sharxada intaana waa sunanki iyo aadaabti sad islaamkaaga u sii qurxin lahayd meel weyn u sii gaarsiin lahayd mujarrad mathal weeye tusaale intaasi waa guud ahaan soomka xukumkiisa iyo manzilada makaanka uu ka leeyahay muslim diinta islaamka oo rajaynaya qof walba inuu garanayo xasuusin kaliya qodobka labaad ramadaanku bisha inay soo gashay oo ay waajibtay laba mid baa lagu cadeeyaa mar waxay ku cadaataa bishii shacbaan baa soddonkeedii dhammaaday bishii shacbaan soddonkeeda hadduu dhammaado 130 ma jirto bilahan miilaadiga ahee ama qoraxda ku tirsan baaba 31 la gaarsiiyay bilahan islaamku 30 maba dhaafaanba 29 na kama yaraadaan saa darteed 30ka shacbaan haday dhamaato maalinki xiga bishu dayday uma baahna kaliya waa in la hubsado 30ki shacbaan ma dhamaatay goormay bilaabatay ku xiranta inagu laakiin goormay bilaabatay maba raadinne dhamaadkeedu ma andaydeena dadka isayna bilowgeedii isku hayna dhamaadkeedu waa isku khilaafaan sababta labaad ee lagu ogaan karo waa hal qof oo muslimo oo looga qaateen oo marxaati gala inuu bishii arkay habeenka 30aad ee shacbaan 29 ay tagtay halka habeen oo yoomu shakiga ama leelatu shakiga la yiraado way labada arrimood ba nabiga sheegay sallallahu alayhi wasallam bukhari iyo muslim ee xadiidka umar ibn khattab waxay ka wariyeen in nabigu calayhi salaatu wasalaam la tasumu hatta tarawul hilala ila bisha aragtaan oo aragti hubsataan hasoomina walaa tuftiru xataa tarawhu hana afurina ramadaankii wuu dhammaaday hadhihina ilaa bishii shawaal la arko fain ghumma calaykum haddii laydinka qariya faqduruu lah u qadara riwaayadka qaarkood baa caddeeyey oo waxay dhaheen ashahru 29 laylatan bishu waa 29 habeen فلا تصوموا حتى تروه الى دركتنا سومنا فان غم عليكم هذه اللي اذا كقريو وضرور يا الرب يا عريام قريسه ولا اركواي فاكملوا العده 30 ترضى شعبان صدن دميستر سدوا كل حديث بخاري مسلم ورينو ابي هريره فاكملوا عده شعبان 30 له halka waxaad ka garatay labadaas mid lagu ogaan karo ama bishii in la arko ama bishii 30 ay dhamaato shacbaan labada mid hadii la helo soonki waa soo galo waa waajibaya aragtida imisa qof baa ku filan sawmka hal qof baa ku filan waxaan cadeynayaa xadiiskii abdullah ibn umar oo abu daawud imaam ad-darimi ay warinayeen الدارمي بكسر الراي وانا حديث شيخ الباني رحمه الله تعالى صحيح صحيح ويه وكيري في الارواء ارواء الغالي لسيال بقول يا سيدي رقم كا وحول ابن عمر ترى الناس الهلال بطكي بابشي استطصي وطا 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 باليري نبي قانو امدو مركاسان اشيغي انان اركي وونا الصومي دادكنا هلا الصومو جيري ibn umar ma sheegin cid labaad inuu weydiiyay yaa kula arkay qof labaad inuu raadiyay inuu ma sheegin wuxuu ri anaa u sheegay anigana warkaygi waa aqbalay waa ku soomay dadkan ha soomaan buu yiri halka waxa la gartay bisha ramadaan markay soo galeeyso hal qof oo marxaati gal ah baa ku filan laba shardi maaha laakiin laba hadii la helana ka sii fiican laakiin markay bishu baxaysa axkaamteeda haddaynu ka hadalno baynu sheegi doonaa inugu yaraan laba loo baahan yahay bishu markay baxayso qodobka saddexaad afraad qodobka saddexaad
soomku waa waajib wuxuuse ku waajibaa qofkii afar shardi laga helo afartaa qofkii laga wada helo ayuu soomku ku waajibaa qodobka koowaad waa inuu muslim yahay qodobka labaadna waa inuu qof mukallaf yahay mukallaf waxaan uga jeednaa qaangaar caqli leh waa inuu yahay qodobka saddexaadna qof soomka awooda waa inuu yahay kan afraadna dadka cudurdaarka inay afuraan rukhsadda loo siiyey waa in aanu ahayn alislaamu islaamnimaa shardiya markaynu leenahay dee gaal kaalay soon la dhihi mahayo nabigu markuu mucaad diray ee yaman u diray wuxuu yidhi falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah waxa ugu horeeya dadka ugu yeeraysaay ha noqoto shahaadada marka hore islaamnimaa loogu yeeriya soon looga bilaabi maayo waayo kaba asixi maayo soon soonku kaba ansixi maayo muxuu ka soomi waxaa labaad oo daliil u ah nabigeenna sala allahu caleyhi wasalam intii madiina uu joogay niman yahuudo iyo ahlukitaab ahaabuu heshiis kula jiray oo la degana weligii intuu u tegay oo loo yeeray mahayna kale sooma inuu yidhi waa kadal khulafaa abubakar iyo cumar iyo intay la deganayeen ahludimadii oo sooma laleeyahay maanan arag walidaalikay culimada qaar waxay yidhaahdeen khilaafka usuuliyiintu ay isku haystaan ee gaaladu furuucu shariici iyo axkaamtan mawaajib bay ku tahay mise kuma aha ba qaarkood waxay yidhaahdeen khilaafkaas aakhare dembiga ciqaabta ma loo badinayaa weeye axkaam adduun oo laga dalbayo oo lagu waajibinayo ka dhalanaysa ay ma jirto wa ficlan iskaalaha tukada la dhihi maayo zakadii keena la dhihi maayo sooma la dhihi maayo xajiya la dhihi maayo wahaa kada amaa buluuq iyo caqliga qofku mukallaf inuu yahoo qaangaar yahay caqligiisi iyo garashadiisuna ay joogto uusan ahayn qof miyirla uusan ahayn qof waalan labadaa shardina nabigeenna xadiidkii caliy ibni abi taalib ku sheegay abuu daawuud iyo tirmidi wariyeen uuyidhi rufica alqalamu can thalaatha saddex ilaahay waxba uma qoro waxaa ka mid ahaa caninnaa'imi xataa yastayqid qofka hurda ilaa uu tooso wa canisabiyi xataa yabluq ilmaha caruurta ah ilaa uu qaan gaaro wa canilmactuuhi xataa yacqil qofka maskaxdu dhiman tahayan caqliga lahayn ee waalan ilaa uu ka miyirsado oo caqligiisu kaga soo noqdo qofkaas kamana asaxaba soonku laakiin waajib labadoodaa midna kumaaha waxaaba looma qoro kiraaman kaatibiin iyo raqiib iyo catiid maba dul saarnaba labadaa qof soomku kuma waajibo waxaa lagu soo ururiyaa shardu takliif baa limukallaf inuu yahayoo baa an yakuuna baaliqan caaqilan wey amaa shardiga qudradiiyo awoodda nusuus caamu ilaahay ku sheegay mid khaasana waa ku sheegay mid caama waa ku sheegayoo laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha naf waxaynan awoodin ilaahay kuma waajibiyo qofaan soomiba karin sababaha cadaartan ugu tegi doonaay waajib kumaaha si gaarana kuwana looga hadlayo waxaa la yidhi wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun tacaamu miskiin bedel bay u guurayaane dadkaan soomiba karin awoodiyo tabarteeda ama da ama caafimaad waxay dooni ha noqdaane aan u lahaynna qofaan soomiba karin ilaahay kuma waajibin ama shardiga afraad oo ah inuusan ahlulacdaar ahayn dadka cudurdaarka leh waa qodobka soo socdaan kaga hadli doonaayo dadkaasina soomku kuma waajibo waajib hadda inay fuliyaan laga doonayo laakiin waajib sababkiisii jiray oo dib ay ka qadaynayaan ama haddaba ay soomi karaan waa noqonayaa sinaynu dib ka tilmaami doono insha allahu tacaala qodobka afraad waa dadka sharcigu cudurdaarka siiyey ee bisha ramadaan afuri kara iyo waxa laga doonayo wey dadka bisha ramadaan afuri kara waxaan dhihi karaa qiyaastii ilaa 7 nooc weeye dadkaasi kow laba almariidu waalmusaafiru wey labadaana isku meel baa lagu sheegay ilaahay baa wuxuu yidhi faman kaana minkum mariidan
أو على سفر فعدة من أيام أخر. قفك جرن أما مسافرة ترضى أي أفرين فأفطروي وصدعكو أفرة ترى أي أفرين ترى ذي وما المكة لألقى الدون إياه إني قضيان أيضا لبا أرموت بينو شكتي قفك مسافر كأي مريض كأه إني أفري كران لبا وحينو شكتي إن لقربو إنت يا أفرين بدل كيودي أو قضاء وإن الحوالية نقاري في دي يحب بحين إنن بينو شكتي أيضو فعدة من أيام أخرى حد مسافركو وصفر كالصلاة دلقو قابيو خلاف كأهل العلم وما عرف بالو عرين مسوى حالو عرين مسافة إيا انت كيلومتر الله صعونا يانا ومشهور لأوجيه هدير الربعين وحل حاذيو كان جمهور تفوق هذا بضانكو ذا يقوان ومسافة إن لقو حاذيه باسي عاد وحاذي اسمكرا وحنا صعد أو صريحا لوضا لنعمدنا مالها وحنين بدان جعله هاي سيدا غالب كاو حان جعله هديا النص عدشرين سيدا جمهور تفوق هذا القبان تدكو إنا الرعان هديا النص عدو خلاف سنجرين مادام النص عدو سنجرين حدا مسافة لقو حاذيي نوري سيديتا إلى سياشان كيلومتر قياستا با وحي قاروي حدا مريض كنا وإن صونكو ديبايو ديب كبادا كي قفك عافمات قباو ديبايو طبعا صونكو ديبو اسكريه يا قاة ديسا يا دال كيسا يا اوم بو اسكريه وقفك حنون كيسو وسبابا يو ديب انتا كبادا انو اوغيستو وو ديبو قفك سدحاد يا أفراد لبادا قول النوع يك لباد سدح يا أفرا يلو قول يهيني أفران الحائض والنفساوي هوين تا عادة ذا كتي عادة ذا قبطة ايوه تا أمشا انت يحلقي أمشا كتيرتو لبادو بانا حديث كيبي سعيد الخضري با منا الشيغي منا إجماعا بالغو الرعي حديث كيبي سعيد الخضري وحوها النبي ومركو كما ذا حديث كي هوينكا أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم صوم أبو الهوان تهدي عادة كل عادة إنين سومين صلاة نتكنين صوم أنتم معها مركز الصحابة إلى أن بلاها هل كان صوم النبي والشيخ صلى الله عليه وسلم هل صادرت الجواب عادة هدي كل عادة صلاة نتكن ميسو صوم نسومين ميسو هل هو محل قد دون يا إن قضايسه وحديثك عائشة إيادنا تلمام أيوه حديثك على أبي سعيد البخاري مسلم حديث عائشة ومسلم ورين أيه وقت عمره أتمد أي ترواسي ذا قفك حائل ضضع الصلاة ده ما قضايا نيسا صنكم حيو قضايا نيسا وحيكوت لي حرورية أنت مسائل كقاب كاسو كالاتا خوارج تنكونا قلنا خوارج ما كسو جيدا هرطا ديك سيد عضب قول هذا حرورات كتب من مياه وحيدة كان يصيبنا ذلك حيلك ونقول عجري فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة إن الصوم كسوء قضينا وأن لفريج لكن صلاة سوء قضي عدنا مده صلاة النبي كان حليت لي صلى الله عليه وآله وسلم مرك حيض هدي وقودي الصوم كغطاقو واجب كبدل كي سواء إني قضاء ساوي قبضا حائض ضع إن لسوم كرين إن لقضينا يلا بضع وحالا مذا إنتا نغه إجماعا كوردة أمشة الصوم كي يدو ليجي أمشة وكغسو هذه أما قيم الصوم كي كمل كغسو هذه ما سوي مكرت لكن هادو بيدبك قضايا نيسا لبضع عن اسكم بدوي لبضع حكتوشن يلح أفرك اللو وقول يهي وقبضة أورك له يمد المهن وشينيس ويأفري كران حديث كان سمن المالك الكعبي بوحوها وأفرت الصنن كأبو داود ترمذي النسائي بن ماجه أي وريين إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن المرضع والحبل والصوم عن المرضع والحبل الصوم
إلهي قفك مسافر كصوم كي الصلاة دغ نص كد وكعفي كوا فرفر ترجع عدود قفك دمر كأور كله يتن المها نوتشين السنة الصوم كان لقى عفي وانا حديث صحيح والشغناس صحيح أبي داود كأم كاه إيوين لو أكون سيديتنا يسدح بك قرية حديث كاسي هل كان واحد كفى إيدي ستي قبلها الصوم واجب كوا إلى الصومان حلي قاس مجر ويسومي كران هذا بها لغو مريض كي مسافر كو أصالحان ويسومي كران داي نبقى يقول دو شوف ريتان الحامل والمرضعنا هدي أودان ويسومي كران لكن حيض كي النفاس كن بابا يسومي كران كاسي حماية هذا بها كدب قبلها سمحان لغو لي يحي أوركا لحيد أما المهن وشينيسي علومة دواء اسكو قب قبتين وحن نصح او عد او صريح انا متشرو وحقي لدو انا قضايا نيسو وحانا او تقولي هنا قضايا نيسا اي لدو قبضن عذر دار كيدو لبابو حو كشبها عذر دار كي مريض كي مسافر كلابو كشبها مدو كشبها يو عذر دار aan soonka xaraantinimeynaynin sida soonka iyo safarta safarta iyo maradka way la soomi karaan kuwa uu ka asix iyaguna haday soomaan xamiliye murduc uu ka asix waa laba oo waa cudur daar waqti go'an safar kuna waqti uu ku dhamaada maradkana sida qaalibka waqti uu ku dhamaada xamil iyo murducna waa cudur daar waqti go'an socdo uurkana waa dhamaada تين نفاسك كتير تيبا اللي يري حقا ضايسو مركو وقت يقولنا معادو أفرتي أعذارتي هورا اللبادي مريضك يا مسافر يا حايد يا نفاسانا أعذارتي الزائلة ذا نمانا يسا أفرتو با قضا كدشا كان هو عذر زائل نمانا يا قضا كدلانا يا قرينا الحديث أنا سمي المالك الكعبنا والاوه شنكرا دلالة الاقترانك واه الصوم كي مسافر كدعي قضوا ليه الصوم كحائض ضد مرضع لي حبلا ذا كدعي لا قول له مارينا قضوا مديه انت امرك الله يسوق يساسا الى راجح حسن اما اثارت عن بعض الصحابه اللي قول يد اجمعنا معها انا مذهب كيقول معها شافعي احدانا هي اثارتها سي حجه معها احد افراده قف قدام بيت الضباط dadka cudur daar ka loo ogol yahay inay afuraan wa qofka da'ya waayela horeen aan u soo tilmaanay aan soo mine karin qofkaasi laba sifo leeyahay kow hadda ma soomi karo dibna rajo lagama qabo inuu ka soo raysto oo duruufti iyo cudur daarkii uu zuulo oo uu ka baxo de qofkii da'ya waayeel inuu awood uu ku soo maay u diiday dimba intuu ka soo noqdo u dhalinyaro ka soo noqono soo xogaysan maya da'du qofka way sii jiidaan maahane dib looma soo celiyo hadaba labada sifo uu leeyahay waxaa la xukum noqonaya qof kastoon xilligaana soomi karin sababtii u diiday inuu soomo inuu ka soo roonaadana aan rajo badan laga qabin qofka cudurrada joogtada ay hayaan sokorta noocyadeeda dhibka badan gaaska noocyadiisa dhibka badan cudurrada kale xanuunada ee qofka inta jirkiisa aad u daciifiyaan aanu la soomi karin rajo badanna uusan laga qabin inuu ka caafimaado ilaahay mucjize iyo awooddiisa intuu soo dejiyay hal mar fay waa ka siin karaa laakiin inta la qiyaasi karaa laga hadlayaa kan waa yeelaba ilaahay hadduu doono waa soo dhalinyarayn karaa وآخرة وضعتك يقول وضع يريار بالصوص صاري وشنة انت اللي جايو أبناءو الثلاثين والثلاثين صدنا يسد حشير بالله وذا جايني تا إلهي ودي سحوكو معها لكن انت عرفي نقان كي إلهي السنة دي سأم براني أمبالا قياسة يا ظاهر كبني آدم كأنت أمو قطقر شضو كوا وحي سوق ليان وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فدية بحنيان ويسكافريان ولذلك ابن عباس بخاري وكان كولين يعايد منكم فصيريو ولي ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم وهي الكانسومي كرين
أصحاب العذر الدائم بالي هذا مرك دتك عذر دارك ودشوك تدب ويهون رجال هين مريض كي يو على مذا حكم كاسو قاضنيا انت سنة وتضبط النوع بش رمضان إني أفران لو أقول يهي أما أي أبنان تهيوي انت هدان كي يقذبو waxaan soo raacinayaa ku gabagabeenaya casharkan aadaabka goos oo koobkooban oo qofka looga baahan yahay bisha Ramadaan inuu ilaaliyo markii soomka sida kugu waajibay aad rabto inaad soonto aadaab dhowra si soonkaagu u mira dhalo la'allakum tattaquuna cabsidii ilaahay inaad u xaqiijiso dhowr arrimood bayeel kow munkaraadka iyo macaasida iska yare نبينا وحاكسه كان حديث بخاري وريا أبو هريرة من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه نكا أرى يفعل دنبي إسكدين إلهي حقا مبهانا عنتي عبتان ما كتغي إلهي قدرتي كوا هذا قطة عنتي عبتان والله نبرك نرشاها ربك سبحانه وتعالى ذنوبتا كليا معاسدا كلنا إسكدا واكو لبا بشه رمضان وفرصده قيام كذا ساد أسوميسو هبين كنا قيام كذا التراوح إذا كنت دال أبو هريرة البخاري أبو مسلم كوري ينوير النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ذنبه سهر رؤنا والله نافيا قفك سلا سمي وحات سمي ساوه كالي قرآن كأخرس كي سبادي وهي صحيحين كوحاكويا البخاري مسلم حديث من عباس إن جبريل نبي يمن شري صلى الله عليه وسلم جبريل يمن شريه بشه رمضان قرآنك لا آخرين شري وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن قرآنك بشه وبشه قرآنك أهمية اهتمام بدن وقارة إن اتسال لقاد دونيا وحكى له لقاد دونيا أبواب الخير كأوردن إي آداب تقودي بشه رمضان إن اتلاليسه وأد كد داشو سيدي أد كقام الله عمل كاس مربع جلسة قارك قهد لدونا إن شاء الله تعالى آداب اللوبة هي قف رمضان كينو إلى ليه إلى وحنا كبر يا سبحانه وتعالى صوم كننا إنه أقبله كوي رب سيفي عن وقع أبو ذنا ونقدره إلى إن سبحانه وتعالى أمدا مسلم كا خير يلي باني يقول بشر رمضان كو جارسيه وكنا جبا جبيه سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.